قطع للطرق وإطلاق للنار وإصابة شاب برصاص قوة عسكرية. حاولت تفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق. مشاهد تعكس حالة تسارع الأحداث وتصاعد مستوى الاحتجاجات في مدينة المكلا. الأهالي الغاضبون يرون فيها مسلكا يعبرون به عن خيبة أملهم تجاه عجز السلطات المحلية وما وصفوه بتجاهل الحكومة المركزية لمعاناتهم المستمرة منذ أشهر جراء انقطاعات الكهرباء عن منازلهم والتي تجاوزت مؤخرا أكثر من 16 ساعة في اليوم في ظل صيف ساخن ملتهب بالحرارة ورطوبة عالية. طبعا حكومتنا اليوم ما شاء الله عليها يعني هم في البيوت مرتاحين وفي المكيفات ونحن ساعتين بساعتين يرضي من هذا. الحكومة فاسدة ورئيس مهاجر يا أخي حرام حضرموت تأخذ حقها تخرج الناس إلى الشوارع تشيل حقها نشيل حقوقنا يا أخي. احنا ما بغينا نشيل من حد ولا نبغى نضر أي شحات الشحت ولا شيء بغينا حقنا. طول حكومة كلهم لا, لا على محافظنا لا يسامع أي حكومة يكون صاحب قرار والشعب كله معه. المحافظة الآن تمر بوضع حرج جدا من حيث الله. هي الفوضى إذن تلك التي حذر منها وكيل أول المحافظة في وصفه لتداعيات عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء. فالمحافظة التي تشكل مساحتها الجزء الأكبر من جغرافية 85% التي تقول إدارة الرئيس هادي إنها استعادت السيطرة عليها يجد سكانها أنفسهم تحت وطأة أزمة تدهور خدمات تكاد تكون الأسوأ والأطول في تاريخ محافظتهم الممتلئ بالتهميش والحرمان. والله الكهرباء هذا يا أخي يعني ساعة ساعة لا فيه وثمان ساعات طافية. الكهرباء هذا يعني لا مازوت لا يقولون ماشي مازوت والبخار تعبي من عندنا بترول بلاد فيها خيرات ولكن محرومة منها. ولعل من صور هذا الحرمان وهي كثيرة ألا تجد محطات كهرباء حضرموت القديمة والمتهالكة أصلا ما يكفي حاجة تشغيلها من الوقود، في حين تشير توقعات البنك الدولي أن تصل إيرادات صادرات النفط المستخرج سنويا من حقول المسيلة بالمحافظة 900 مليون دولار. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.